ولتسليط الضوء على نفوذ ميليشيات الحشد بعد تهديد أمريكا بعقوبات على المتعاونين معها، ينضم إلينا الأستاذ عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع، عبر الهاتف من ستوكهولم. حياك الله أستاذ عبد السلام. حياكم الله أستاذ. قلق بين زعماء الأحزاب الموالية لإيران بعد تلويح واشنطن بعقوبات غير مسبوقة وغير تقليدية، كيف تقرأ ردود الفعل المتوقعة بعد التهديدات الأمريكية؟ نعم، هذه العقوبات تسببت بخلق قلق دائم على قادة الميليشيات والأحزاب منذ مقتل قاسم سليماني وزير المستعمرات الإيرانية بالعراق وسوريا ولبنان واليمن، وليس من الآن. لكن هذه الميليشيات شعرت بجدية أكثر وقلق أكثر بعدما قطعت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها لبعض الميليشيات قبل أسابيع كما هو معلوم. رد الفعل لهذه الميليشيات وقادتها عبرت عنه بصدور بيان من تلك القادة، وكان بيان تصفيقي يخلو من لغة التهديد السابقة ليعبر عن حالة القلق والخوف الذي يكتنفها الإدارة الأمريكية. هنا علينا أن نبين أمامها الآن ثلاث ملفات جوهرية تحدد سياسة ترامب الخارجية لإعادة انتخابه، تقع في مقدمة هذه الأولويات مواجهة إيران في الخليج وحرب البحار التجارية الوتر وورز مع الصين وصفقة القرن. هذه الملفات ستحدد مصير ترامب الانتخابي خلال الأسابيع القادمة. نعم، الخارجية الأمريكية يعني صرحت أن ميليشيا الحشد تقف عائقا أمام استقرار العراق، ماذا سيكون موقف مصطفى الكاظمي الواقف بين الميليشيات من جهة والأحزاب الموالية لإيران التي دفعت به للحكم، وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي رتب تفاهمات معها أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعلم علم اليقين أن أي جماعة مسلحة غير مندرجة بقانون هي تنظيم إرهابي. موقف الكاظمي الآن يقع بين نيران إيران وأمريكا، ومسك العصا من الوسط قد انتهى بنهاية عادل عبد المهدي ومقتل قاسم سليماني. هذان الحادثان يجب أن يأخذهما الكاظمي بنظر الاعتبار. الحوار الاستراتيجي الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه أصبح الكاظمي ملزما بما وقع عليه في السر والعلن لأكثر من 15 اتفاقية ومذكرة، وكان وبسببها فقدت إيران بوصلتها وصوابها. طيب، يعني هوشيار زيباري هو أيضا علق على هذا الموضوع وقال يجب وقف ما وصف المذبحة نتيجة استهداف الميليشيات للبعثات الدبلوماسية في العراق. يعني هل بدأت تتشكل جبهات برأيك يكشفها هذا التصريح؟ وهل تغيرت مواقف الأحزاب؟ هو يا سيدي الكريم، ما يجمع الكتل المصالح وليست المبادئ. مصالح دول داخل الدولة العراقية، لأن الدولة العراقية دولة اتحادية موحدة وليست واحدة بموجب الدستور. لذلك هذه الكتل أساساً هم متفقون مع الدول الجوار أكثر من اتفاقهم مع بعضهم البعض، سواء كانت هذه الكتل شيعية شيعية أو كردية كردية. صحيفة ذا هيل في تقرير لها تقول أنه واشنطن فشلت في كباح جماح النفوذ الإيراني في العراق، إلى أي مدى ترون صحة هذا التصريح؟ أمريكا سلمت العراق للأحزاب التي نشأت وتأسست بإيران وللموالية لها، وهي أي أمريكا هي من كانت قبل أسابيع كما أشرت تمول تلك الميليشيات. الخلاف الأمريكي الإيراني الإسرائيلي بالأساس هو خلاف أمريكي صيني. أمريكا تريد محاصرة الصين بإيران
وإيران تريد محاصرة أمريكا بالعراق وضحية شعب العراق واقتصاده. الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت جادة بالقضاء على إيران فهي تعلم من هم الذين قطروا السم في فم خميني، لكن أمريكا تريد إدارة الصراع مع إيران لا القضاء عليه. فالخلاف الأمريكي الإيراني الإسرائيلي اختلاف بالصوت على الفضائيات فقط، فهو مجرد قنبلة فضائية. الخلاف السياسي بين أمريكا وإيران ما زال أشبهه بحركات شارل شابلن الصامتة، ويدخل حتى في المناوشات العسكرية ومن خانة الألعاب النارية. فأمريكا لو فعلا كانت جادة فالجيش العراقي الأصيل الوطني موجود. أثير النجيفي هو أيضا يقول إن الدولة، ويقصد هنا الدولة العميقة أو الميليشيات، لا تزال تأمل بفرصة ثانية حتى لو انصاعت اليوم نتيجة التهديد الصريح لبومبيو بعقوبات غير تقليدية. هذه الفرصة تستعيد فيها الدولة أنفاسها. والسؤال الذي يطرح، هل تستطع الميليشيات في العراق المرور من أزمة العقوبات الصارمة المتوقعة؟ الحقيقة هناك دول داخل الدولة العراقية وحكومة بلا حوكمة في العراق، لكن الدولة بين قوسين. لن تعود لسابق جبروتها بحكم طبيعة القوة المتغيرة على الأرض في الوقت الحاضر، سيما بعد اندلاع ثورة تشرين ومفاجآتها التي حيرت التاريخ، ستحير الحكومة وتباغتها في الأمد القريب وليس البعيد بإذن الله. نعم الأستاذ عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو الرافدين.